السلام عليكم. في ادنس اسمها بليس ميكر، دي موجوده في السكتش اب وموجوده في الريفت، وهي مش مجانيه لكن انا باخد نسخه اللي هي تجريبيه. هقول له سيلكت بليس عشان يجيب لي الخريطه ثلاثيه الابعاد من الاوبن ستريت ماب. تقدر تكتب المكان اللي انت عايزه هنا، يبدا هو يزوره لك، وليكن مثلا الكسندرية. طبعا احنا عندنا اماكن كتير اسمها الكسندرية، وممكن نقول ايجيبت. دي جاب لي هنا في القاهرة، وهنا دي الحدود اللي انا ممكن محتاج ان انا احط حاجه فيها. طيب وليكن مثلا المشروع بتاعي هنا، مثلا سيلكت اريا، ممكن اقول له مثلا عايز الحته دي كده، واقول له امبورت اريا، فاظهر لي المكان زي ما انا عايز بالشكل دوت من الاوبن ستريت ماب. ونقدر نقول له ان انا عايز ادخل التضاريس، لازم اكتف، يعني لازم اشتري. طبعا مش هشتري يعني، تمام، لازم نشتري برضه. طيب على العموم اللي هيشتري هينزل معاه التضاريس بالارتفاعات بالبيلدينج بالروتس بالباص بالريل بالاشجار بالووتر بكل حاجه.